يعني سحب منا جامد. فبنقول ايه؟ لازم يكون في ايدنتيفيكيشن للبيشنت ده، اسمه، تاريخ ميلاده، كلام من كده، هو ميل ولا فيميل، هل هو كلام من كده. ولكن المعلومات دي ما تكونش على المشاع، ما يكونش اي واحد يخش يقراها، ما يكونش اي حاجه، لان دي سنسيتيف انفورميشن يعاقب عليها القانون. في حاجه اسمها الهيبا ريجوليشنز. الهيبا ريجوليشنز هي قوانين رادعه، رادعه بمعنى كلمه رادعه، غرامات ضخمه، ماليه ضخمه جدا، الناس بتسحب منها اللايسنس، الناس بتعمل لها قضيه بسبب ان هو في حاجه نوع اسمها البرايفسي. وبما ان الشيء بالشيء يذكر، يعني ايه خصوصيه؟ لان كانت حصلت مشكله في الجروب والناس بيقولوا انتهاك الخصوصيه. الفيسبوك ليس فيه خصوصيه، انت معلومات محطوطه على البروفايل بتاعك، كل الناس بتشوفها، كل الناس دي مش خصوصيه الا لو انت بتقدر تحميها بشكل معين. المعلومات الخصوصيه هو ان انا دخلت على اللابتوب، انت راجل هاكر، دخلت على اللابتوب بتاعي، شفت صور خاصه بيا واشياء خاصه بيا، وطلعت معلومات ما كانش المفروض ان حد يطلع عليها، ولا ده شيء يعاقب عليه القانون، دي جريمه، وجريمه كبرى، تمام، مش جريمه قليله. لكن انا النهارده اكون حاطط بوست على الفيسبوك الناس شايفاه وكلام، دي مش نوع من انواع الخصوصيه، فالناس فاهمه مفهوم الخصوصيه بشيء ايه خاطئ يعني. لكن هنا بنقول الايدنتيفيكيشن بتاع البيشنت ده شيء مهم، ومين اللي عمل الفيزيت، سواء انت كان فيزيكال ثيرابيست او كان في فيزيكال ثيرابيست اسيستنت، واسمه ايه اللي عمل الكلام ده، لازم يتكتب الكلام ده كله. الدوكيومنتيشن شود انكلود الريفيرال ميكانيزم، هل التحويل ده جالك من خلال الفيزيشن، هل العيان ده جايب دايركت ريفيرال او دايركت اكسس، ايه اسم الفيزيشن، ايه تخصصه، ولا البيشنت ده جايب دايركت اكسس مباشره ليك او كده. الستاندر اوف دوكيومنتيشن بالنسبه للاكزامينيشن، باخد البيشنت هيستوري، في البيشنت هيستوري الديموغرافيكس، ايه هي الديموغرافيكس دي؟ الديموغرافيكس هو ميل او فيميل، هل هو اسمه، هل هو سنه، عنوانه، تليفونه، دي كلها بيسموها الديموغرافيكس، متجوز ولا مطلق، كل الكلام ده. السوشيال هيستوري، البيشنت ده بيشتغل ما بيشتغلش، البيشنت ده سموكر بيدخن ولا لا، البيشنت ده بيلعب رياضه ما بيلعبش رياضه، البيشنت ده ساكن مع اسره، فالاسره دي تقدر تساعده ولا مش تقدر تساعده، ولا هو ساكن ولا هو وحيد، البيشنت ده ساكن في المرج وبيجي لي جامعه القاهره اخر الدنيا، الموضوع صعب عليه، الكلام كده. الكلام ده كله دي معلومات، معلومات خاصه، معلومات دقيقه، معلومات بتتكتب، معلومات بتتذكر، ولكن هي سنسيتيف انفورميشن ما ينفعش تطلع على اي حد، تمام. الهيلث ستاتس، هل البيشنت ده دي اول ستروك ليه ولا جاله ستروك قبل كده، هو البيشنت ده دايابيتك، هو البيشنت ده في حاله فراجايل على ديبليتيتنج كونديشن، هل هو في مرض بروجريشن، عنده تيومر والتيومر ده عنده كانسر وفي ديبريشن وحاجه بروجريشن لحد ما عنده هيتوفى ولا ايه. الهيلث ستيتس، ايه المشاكل الثانيه، الميديكال هيستوري اللي عنده، لان الكلام ده في خلال الكورس اللي احنا بنشرحه نتكلم مثلا بنشوف تاثيرات الثايرويد بروبلمز، الهايبر ثايرويدزم والهايبر ثايرويدزم على الاكسرسايز بتاعنا وعلى الريهابيليتيشن، ايه علاقته بشغلنا، الميديكيشنز اللي بياخدها، في بعض الميديكيشنز بتعمل ديسكاينيزيا او ايكاينيزيا، بتعمل انفولنتري موفمنتس، يبقى الكلام اللي انا بشوفه ده علاقته ايه في الجلسه بتاعتي وليه تاثير على الريهابيليتيشن بتاعه ولا لا، عشان خاطر الناس اللي بتقول ان العلم والدراسه والكلام ده كله ملوش اثر وملوش فايده، انا تاني بقول لهم مره واثنين وثلاثه وعشرين وهفضل اقولها، يا جماعه انتوا ما بتقولوش الحقيقه، ممكن تقول يعني انا جاهل، انا ما بفهمش، انا مش عايز اتعلم، ده حاجه خاصه بيك، ده شيء خاص بيك، لكن تقول لي اللي بيفهم زي ما بيفهمش، اللي بيتعلم زي ما بيتعلمش، لا اقول لك لا انا اسف، الكلام اللي انت بتقوله ده غلط وملوش اساس من الصح. الفانكشنال ليفل، ايه اللي العيان بيقدر يقول يعمله، ولا هل العيان ده بيت باوند، العيان ده نايم في السرير ما بيتحركش، هل العيان ده ويل تشير باوند، هل العيان ده بيستخدم ويل تشير، كرسي متحرك وبيتحرك،
هل العيان ده بيقدر يمشي بس باستخدام ووكر؟ وهل عندي بيقدر يستخدم ووكر ولازم يكون فيه اسيستنت جنبه، حد واقف جنبه؟ هل عندي بيستخدم كين؟ هل عندي يقدر يطلع سلم ينزل سلم يمشي على ليفل سيرفيس مشيش على ان ليفل سيرفيس؟ كل ده بيذكر في الفانكشنال ليفل. السيستم ريفيو بريف اند ثرو اوت، يعني الكارديوفاسكولار سيستم، البيشنت ده عنده اريزميا خلي بالك، لا عنده مركب بيس ميكر ككونترا انديكيشن بالنسبه لي كفيزيكال ثيرابيست، ايه الموداليتيز اللي اقدر استخدمها وما اقدرش استخدمها. خلي بالك العيان ده كان عنده انيوريزما قبل كده وهو هايبرتنسيف، الهيد داون بوزيشن بالنسبه له غلط لان ده ممكن يحصل له انتراكرينيال هيموريج ويحصل رابشر للانيوريزم، ده اول مره، دي حاجات كلها مهمه. تمام. البالمونري سيستم، العيان ده عيان انفيزيما وهو هيفي سموكر ويبقى دخل في سي او بي دي كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز، فالعيان ده بالنسبه لي بالنسبه للموداليتيز اللي انا بستخدمها المفروض اركز له على كذا وكذا، فبعمل بريف اند سيستم ثرو اوت انتجمنتري. العيان ده كان عنده قبل كده نوع من حصل له بيرن والعياذ بالله، والبيرن عمل كونتراكشر وبقى فيه شورتنينج وبقى مشاكل الماسكولوسكيليتال نيوروماسكولار وهكذا، فبعمل بريف اند ثرو اوت سيستم ريفيو وبذكره من ضمن الاكزامينيشن بتاعي. طيب تعالوا بقى، يعني احنا ايه المحاضره، لو انا هشرح النان سيستم واشرح البروفيشنال ريسبونسابيلتيز المحاضره بتاخد لها في حدود 3 ساعات او 4 ساعات، لكن انا جبت لكم جزء منها وجزء بقى من الاسئله. تعالوا نطبق بعض الاسئله، ما هو ده اللي احنا بنعمله في محاضرتنا، احنا بنقسمها دايما على اجزاء. فبنقول وانا عايز معلش تكتبوا لي اجاباتكم، يعني اكتبوا لي اجاباتكم عشان اشوف انتوا نظرتكم ايه في السؤال. A 60 year old male patient is admitted for head injury after a fall. Patient's son visits him in the hospital. He would like to see the father's medical records. In this case, physical therapist should show him the medical record since he is his son. Ask him to seek the father's permission to see the medical record. Tell him that he cannot see the chart because he could misinterpret the information. Tell him to ask the consultant physician for permission. يلا قولوا لي بقى اجاباتكم، اكتبوها لي. ممتاز، تفاعل رائع. عندنا معظم الناس بتقول بي، وده كلام رائع وجميل. هنا البيشنت ليه الحق او ليه الرايت ان الانفورميشن بتاعته تكون كونفيدنشال، ما يكونش حد بيطلع عليها الا بتصريح منه شخصيا اذا كان هو اورينتد واذا كان هو واعي بهذا الكلام. فهنا الإجابة الصحيحة فعلا هي رقم B. Ask the patient to seek the father's permission to see the medical record. ده في حالة ما بيكون البيشنت هنا oriented أو واعي أو كده أو يقدر يدي permission. دي الإجابة الصحيحة. طب ليه الـ A غلط؟ Ask show him the medical record since ده ابنه يا عم مفيش فرق، يعني وري له الريكورد وشوفه. ممكن البيشنت نفسه يعمل لك مشكلة بعد كده كبيرة جدا. وانت اخترقت قانون هنا مهم وهو قانون الهيبا اللي بيمنع ان الميديكال ريكورد يطلع عليها حد الا بشروط هنقولها دلوقتي. تمام، يبقى الاجابه الايه دي غلط. Ask him tell him that he cannot see the chart because he could miss انت. لا انت مش قادر الحقيقه، مش قادر تشوف الشارت لان انت يعني ممكن تفسر المعلومات بطريقه خاطئه مش هتفهم. لا مش هو ده اللي انا بقوله. يعني tell him to ask the consultant physician for permission. طب هقول لك على حاجه، اسال الدكتور فلان محول حاله، لو هو اعطاك بيرميشن انا هوريك الشرط ده. لا، هو الدكتور فلان ما يقدرش اصلا يدي بيرميشن ان انت ان الابن يطلع على الكلام ده، مش من حق الدكتور ان هو يدي بيرميشن للكلام ده اساسا. تمام. طيب في حاجه اسمها الباور اوف اتورني. بعض البيشنت اللي بيبقوا في كريتيكال كونديشن او في سن كبيره او عنده ديمنشيا او مش هيقدر يدي
ما عندوش الديسيجن ميكنج كاباسيتي، ممكن بيعين حد من اسرته او من اقاربه او من اصحابه وبيكتبه رسمي وبيقول انا عينت فلان الفلاني يقدر ياخد لي قرارات خاصه بحالتي بالهيلث ستاتس بتاعتي، يقدر يطلع على اوراقي، يقدر يعمل هذا الكلام. الباور اوف اتوني حتى لو مش هو ابنه، حتى لو هو الصديق المقرب ليه او الحد المقرب ليه، من حقه يطلع على هذا الكلام. بس في حاجه رسميه هيقول لي انا الباور اوف اتوني، انا المسؤول عنه، انا اللي اقدر اخد قرارات بالنسبه له. اقول لك بحترم هذا القانون على عيني وعلى راسي، فعلا انت الباور اوف اتوني، انت تقدر تطلع عليه، لان البيشنت هنا يا جماعه عطيله في، كان حد عايز يخش بس مش فاكر، عطيله بيرميشن بهذا الكلام. لكن في حاله ما يكون الكلام ده مش موجود، يبقى انا لازم اخد البيشنت ايه بيرميشن. انتوا يعني ابليتوا بلاء حسنا في السؤال الاول. السؤال الثاني بيقول لك a 14 year old patient is admitted to the emergency care and is suspected to have shoulder dislocation while playing soccer. The father of the patient arrives at the hospital and requests to see the medical records. What should you be done in this case? ممتاز ممتاز. انتوا اخترتوا الايه ليه؟ احنا انا حاولت اجيب السؤال نفسه ولكن اغيره بشكل مختلف عشان اعرفك ان البيشنت اللي هو يعني اقل من 18 سنه ده، انت تقدر تودي تشوف الميديكال ريكوردز للفادر. لكن في اكسبشن للكلام ده، في اكسبشن للكلام ده، في عيان بيبقى اسمه ايماسينيبيتد، يعني العيان ده انفصل عن الاسره بسبب ان هو التحق بالخدمه العسكريه او انفصلت عن الاسره، سابت البيت في سن صغير، سن 16 سنه، ويعني بقى ليها بوي فريند، بقى ليها علاقه او ليها يعني او هو بقى ليه علاقه مختلفه، يعني ما بقاش البيت مسؤول عنه، فبالقانون اصبح يعني منفصل عن الاسره دي. مش من حق الاب ان هو يشوف الريكوردز في هذه الحاله، ولكن في الحاله اللي احنا ذكرتها دي او في السؤال ده، انا ما ذكرتش اي حاجه من الكلام ده خالص. انا ما قلتلكش ان البيشنت ايمانسيبيتد، او ما قلتلكش ان البيشنت منفصل، او ان البيشنت بقى ليجالي حصل اي تغييرات. طبعا بحكم القانون بره، ولكن دي مش من ضمن الحاجات في البراكتس بتاعتنا. يعني انت بتعالج عيانه عندها يعني 16 سنه وقالت لك ان هي مثلا تورطت في علاقه وجالها منها سيكشوال ترانسميتد ديزيز. هل انا اقول للبيرنتس سواء الفادر او المذر، تعالى اعمل حق بنتك يعني في علاقه جنسيه، او ابنك في علاقه جنسيه وجاله سيكشوال ترانسميتد ديزيز، و بنتك بريجننت، ابنك متورط؟ لا، مش من حقك انك تقول هذا الكلام. السيكشوال انفورميشن، المعلومات، بعض المعلومات، مش كل المعلومات اقدر اعمل لها ديسكلوجر على اساس ان البيشنت ده اقل من 18 سنه يبقى لا. في قوانين مختلفه للولايات ولكل مكان وكلام من كده. لكن الميديكال ريكورد اللي هو العادي في الامرجنسي سيتويشن، واحد مكسور، واحد مخبوط، واحد عنده هيتروما، طفل مش عارف ايه، ده دي حاجه عاديه، واقدر اشو الكلام ده للميديكال ريكوردز تو ذا فادر. يبقى هنا انا بحترم الكونفيدنشياليتي بتاع البيشنت، صح؟ ولكن في حاجات، في اكسبشنز لهذه الامور، وده اللي احنا يعني بنحاول نشرحه في الكورس وبندي فكره عنه. السؤال بعد كده: physical therapist decides to use traction for a patient suffering from low back pain.
The patient expressed their apprehension over the use of traction. مش مقتنع انا قوي يعني بالتراكشن وخايف منه يعني. The physical therapist assures the patient, but the patient is still not convinced and does not want traction machine. What should the physical therapist do? ممتاز. هنا هو بيختبرك في 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 حاجه من الايثكس برنسبلز اللي هي بيسموها البيشنت اوتونومي. البيشنت اوتونومي، البيشنت لديه القدره انه يكون اندبندنت، انه ياخد الديسيجنز الخاصه بالعلاج بتاعه بدون تدخل. تعالوا نقول الاجابه الصحيحه ب، ريسبكت ذا بيشنت ديسيجن اند دو نوت يوز اتراكشن. البيشنت قال لك لا التراكشن ده انا خايف منه، التراكشن ده انا مش مقتنع بيه، التراكشن ده في حق قبل كده قال لي انه استخدمه وتعب منه، احترم القرار ده، اسمها البيشنت اوتونومي. دي الاجابه الصحيحه. طب ايه؟ يوز التراكشن ماشين وانس ذا بيشنت فيلز ريليف هي ويل نوت بي ابريهنسيف. طب استنى هنجرب، بس اسمعني بس، جرب الجلسه دي وشفت اتحسنت اهو، تمام انت كده زي الفل، انت كنت خايف من التراكشن ده في الاول لكن التراكشن لا الكلام ده ما ينفعش. تمام. Explain to the patient the benefits of using the traction machine and do not give up. بص اقول لحضرتك، هو حضرتك انت دارس ايه؟ انا مهندس. طب هو حضرتك يعني معلش انا معلش، يمكن انت ما عندكش فكره عن التراكشن ده، بس انا بقى هشرح لك التراكشن ده. لا الموضوع مش كده يا جماعه. الموضوع ان انا المفروض اصلا قبل ما بستخدم التراكشن خالص في البدايه بشرح للعيان ايه هو التراكشن وايه هي البينيفيتس وايه هي المشاكل ممكن تحصل منه. دي اساسيات، دي بيسموها الانفورمد كونسنت، ان انت بتشرح للبيشنت بتقول له احنا هنعمل كذا وكذا وكذا وكذا، ايه البدائل اللي ممكن تكون للتراكشن، ايه المشاكل اللي ممكن تنتج من التراكشن. دي اساسيات بدائيات. بعد ما شرحت كل الكلام ده في البدايه خالص والبيشنت قال لك لا انا مش عايز تراكشن خلاص، ده اللي انا بتكلم عليه في السؤال، لكن انا ما بتكلمش ان انت ما عملتش كل الخطوات اللي في الاول دي في البدايه. فانت بعد ما شرحت والبيشنت قال لك لا، اروح بقى اقول له دونت جيف اب، انا مش هستسلم وهفضل اقول العيان ده ايه فوائد التراكشن، لا انت كده بترتكب خطا. يوز تراكشن ماشين بات وذ ا لوور ويت سينس ذا بيشنت از ابريهنسيف. طب العيان خايف فانا هستخدم فورس اقل في التراكشن بحيث ان يعني ابقى برضه مشيت اللي في دماغي لا الكلام ده ما ينفعش. طيب ده السؤال الاخير للنهارده، سعدت بيكم جدا جدا جدا، شكرا على وقتكم. الناس طبعا انا لقيت في 400 انترست في الكراش كورس، تقريبا حضر النهارده او كان مهتم في حوالي 50 الناس اللي وصلنا اخر، ده بتكلم عليه انديورنس للمرحله الاخيره في المحاضره معانا 25. سعدت بيكم جدا جدا. لو اي حد عنده اسئله يا ريت اتفضل يقول لي. اتفضل دكتور خالد. سامعني يا دكتور؟ اتفضل دكتور خالد. تمام. اولا شكرا لحضرتك يا دكتور على المعلومات القيمه دي، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. حضرتك يا دكتور بالنسبه للليسنز وكده، قلت حضرتك ان الطالب اللي انهى الفرقه الثالثه ورايح الفرقه الرابعه مناسب ليه اللي هو المستوى الثاني، تمام؟ تمام. طب انا نفرض مثلا شايف نفسي ان انا اولى وثانيه وثالثه، يعني ما عنديش المعلومات الكافيه او ما كنتش قوي جدا ومتمكن، هل الافضل اخد المستوى الاول ولا ابدا في المستوى بتاعي هو كده ولا كده يا دكتور خالد؟ شكرا على سؤالك الاول. هو كده ولا كده، انت هتاخد المستوى الاول ده، والمستوى الاول جزء من الكورس، فانا اقول لا ابدا بالمستوى الاول، يعني ابدا بالمستوى الاول لان انت كده ولا كده هتاخده، يعني حتى فيما بعد حتى لو انت خدت ال2 هترجع تاخد تاني ال1 في فيما بعد. بس يعني انا معاك ان انت ممكن تبدا بال1. انا يمكن الموديل ده
لان هو عشان خاطر احنا جديد او اول سنه بنتكلم فيه فما تطبقش، بس انا بتكلم عشان فيما بعد، لان انا هيجي فيما بعد. شكرا شكرا دكتور. فيما بعد هيحصل ايه؟ هيحصل ان شاء الله مثلا احنا السنه دي هو بدانا اهو في كده، السنه الجايه جيت انت دكتور خالد كنت واخد معايا مستوى، فهتيجي تقولي لا طب انت بتكلمني ليه لاخد ال1؟ ما انا اساسا خدت ال1 وخدت ال2 وانا رايح سنه رابعه، فالمفروض اخد ال3. هتكون انت فاهم، فعشان كده احنا وضعنا الموديل بهذه الطريقه بهذا التسلسل. لكن لا انا معاك ان انت ابدا ال1 لحد ما يكون ان شاء الله يعني في اورينتيشن كافي بالكورس، ففي السنين اللي بعد كده ده اللي هيفيدنا في التقسيم موضوع ال1 وال2 يعني. بس لكن انا معاك. لا ماشي ألف شكرا دكتور، شكرا لا. جزيلا دكتور. تفضل لو في أسئلة تاني. في أي حد من الزملاء والزميلات عنده أسئلة أو كده؟ معلش بعد اذن حضرتك اتفضل. انا يمكن ما خدتش بالي الوقت اللي يمكن حضرتك قلتها بس انا ما سمعتش، بس الوقت اللي هيتعاد فيه بقى المحاضرات يعني هتبقى ايام ايه ومدتها قد ايه؟ لا هو مش هتتعاد المحاضره، يعني محاضره زي النهارده دي عشان كلين اجل هرفعها على اليوتيوب وهرفعها على الجروب. تمام، هنبتدي بعد كده اربع محاضرات. الاربع محاضرات دول ان شاء الله يعني انا بس بحاول اشوف ظروفي لان بكره هيبقى صعبه بالنسبه لي. السبت اصلا عندي محاضره في الكورس اللي هو ال5، فبيبقى يوم صعب شويه بالنسبه لي الشغل، فهعلنها ان شاء الله هنزلها في الجروب بالنسبه للاجزاء الثانيه، بس ان شاء الله تبقى الاسبوع الجاي يعني ممكن يوم في الغالب السبت او الحد اذا قدرنا. وهيبقى جزء كل جزء يعني احنا يعني هيبقى مثلا هنتكلم في الكارديوبالمونري هنجيب اجزاء من المحاضرات بتاعته واجزاء من الاسئله وهنناقشها، مش هتبقى المحاضره بالطول ده زي النهارده يعني او كده بس. وبعد ده اسمه كراش كورس. كراش كورس يعني بيعرفك بيديك سنس للموضوع للكورس نفسه شكله ايه، طريقه التدريس عباره عن ايه، امثله لبعض الكلام اللي احنا بندرسه. وبعد كده الناس بقى اللي عايز تشترك في الكورس او كده بيبقى يعني الكورس مش هيتعاد تاني. انا اقصد ان الكراش كورس الخمس محاضرات اللي احنا بنعملهم دول بعد ما هيترفعوا او كده مش هرجع تاني اعيش اعيد الكراش كورس، يعني زي ما انا شغال في الكورسات العاديه او الناس الكورسات العاديه اللي هي بتاخدها. وبعد كده ان شاء الله مثلا لقينا الناس ما عندهاش يعني فكره قوي او الناس عايز تاخد معلومات، يبقى بعد ست شهور بعد كلام كده نعمل كراش كورس تاني وهكذا. تمام شكرا لحضرتك. عفوا اتفضل. في حد اثنين من الدكاتره عندهم اسئله؟ في اثنين من الدكاتره رافعين ايديهم بس انا مش واضح قصاد الاسم. العفو يا دكاترة، العفو، شرفتوني النهارده. في أي أسئلة تاني أو كده؟ لو مفيش أي أسئلة ده رقم الواتساب يعني لو حد حابب يبعت لي أسئلة عليه خاصة بالكورس 020-115-988-3-7-7-7. هل نفس الكلام بينطبق على الخريجين القدامى لازم يبدأوا من المستوى الأول؟ لا، الخريج القديم هيبدأ في ال 5 في الكورس. ما أنا معايا دلوقتي زملاء وزميلات يعني حتى أكبر مني في السن، ولكن هم قرروا يسلكوا طريق اللايسنس وطريق سفر حاليا، فبياخدوا الكورس اللي هو الشامل بقى اللي هو شامل كل حاجه. لا مش هيبدا من ال1 طبعا، ال1 هو جزء من الكورس وال2 هو جزء من الكورس وال3 هو جزء من الكورس، ولكن هم بياخدوا المستوى اللي هو ال5 اللي هو شامل كل الموضوعات دي
مع بعضيها اللي هو تقريبا بحوالي 100 ساعة أو 110 ساعة تدريسية. يبدأ ما بيبدأش من البداية يعني كده بياخد من الكورس الشامل. في أي أسئلة تاني؟ تفضلوا لو في أي أسئلة معاكم. تمام. طيب لو ما فيش أي أسئلة أو كده الواحد من دخلة الاثنين يعني هو دكتور ولا أنا فهمت غلط؟ لا يعني بيبتدي في L1 يا دكتور خالد وبعدين تبتدي بعد كده في L2 مش مشكلة. طيب في دكتور زميل بيقول عارفينهم نسوا كل شيء، ما هو ده عشان كده يعني طبعا احنا يعني حاليا انا زملاء وزميلات بدأوا معايا قالوا نفس المشكلة، قالوا احنا سايبين الدراسة من فترة وحتى الثلاث شهور بالنسبه للكورس فيهم صعوبه بالنسبه لنا، يعني الثلاث شهور مكثفه جدا، عندنا اسره، عندنا مسؤوليات، عندنا شغل. يعني انا حتى بنبدا بالليل ليه؟ عشان الناس تكون خلصت شغلها، عشان الناس تكون يعني لو وراء اي مسؤوليات اسريه او كده يقدر يعملها. فعشان كده بنبدا 9:30 اللي هي بتبقى 10:30 الناس في السعودية و11:30 الناس في سلطنة عمان وفي أمريكا وقت مختلف خالص، بس يبقى الناس كلها تقدر تجوين معانا الوقت ده أو كده بالنسبة مثلا الكورس الحالي اللي احنا فيه اللي هو L5 ده. فقلت لهم والله ماشي أنا عارف أنتم نسيتوا كل شيء، بس احنا دلوقتي بعد ما خلصنا الكورس أنت بتسترجع يعني كم كبير من المعلومات في 3 شهور، يعني كهدية مني أنتم دفعتوا ثمن الكورس 3 شهور، يعني انا يعني بفضل الله تحضروا 3 شهور التانيين معايا فري، مش هتدفعوا في اي حاجه، يعني احضروا كمان الكورس مره تاني بحيث ان انتوا بنفس الفلوس اللي انتوا دفعتوها في الاول ومش مطالبين ان انتوا تدفعوا للكورس تاني. ودي يعني كده، لكن حتى ان انت ناسي كل شيء، كلنا كنا ناسين كل شيء، يعني كلنا ساعه ما بدانا في مذاكره هذا الامر كلنا كنا ناسين كل شيء، فده مش عائق ابدا. او وده اللي انا بقوله للطلبه، ان انت عندك ادفانتج ان انت جوه المطبخ دلوقتي، انت جوه الدراسه، انت وقتك فاضي، معلش استغل الوقت ده، استغل الفرصه دي، لان بعد كده المسؤوليات بتبقى كتيره وتبقى مطالب في وسط هذه. انا يعني معانا زملاء وزميلات اكثر من رائعين والله، يعني مع مسؤولياتهم الاسريه ومع عياداتهم، ببص الاقيه بعت لي سؤال الساعه 4 والساعه 5 الفجر، طبعا مش بجاوبه الساعه 4 والساعه 5 الفجر يعني. بس يعني معناه ان هو معناه ان هو بيقيم يذاكر ومخصص وقت عنده هدف. ما هو يعني انا النهارده اما يكون كفيزيكال ثيرابيست يعني ببص الواحد دخله بيبدا من 75 ل 90000 دولار في السنه، وإذا كان هو يعني أعلى من كده بنوصل لل 120 وال 150 ألف دولار، ولو كان هو راجل صاحب بيزنس أو بفاتح عيادة أو بنتكلم في أرقام تانية خالص خالص. أنا بتكلم عن راجل شغال، الموظف اللي بيشتغل في مستشفى، اللي بيشتغل في عيادة، معلش قارن يعني قارن الوضع، يعني قارن قيمة الكورس اللي أنت بتدفعه. إذا كان قيمة الكورس اللي أنت بتدفعه ال L1 او الاثنين او ثلاثة او اربعة هو عبارة عن كام؟ عبارة عن 1750 جنيه متقسمة على 4 اقساط. الكورس الشامل اللي هو ال L5 قيمته 7000 جنيه متقسمة برضو على 4 اقساط. انا عايزين نشوف 7000 جنيه دي تمثل ايه؟ 7000 جنيه على تمثل 437 دولار. طيب لو انت بتشتغل النهاردة الجلسة او الفيزيت الواحدة ب 80 دولار يبقى ده بيعادل 5 فيزيت و4 من 10، 6 فيزيت. 6 فيزيت دول انت بتقضيهم في كام ساعه
شغل الفيزيت ساعه الا ربع في 6 ساعات شغل في امريكا، يعني مش مكملين اقل من يوم، يعني تكلفه الكورس اقل من شغل يوم ليك بره. فانت حسبها بالشكل ده، يعني حاجه لايسنس يبقى معاك طول حياتك انت بتدفع فيها قيمه اقل من شغل يوم، مش شغل يوم ده، اقل من شغل يوم، فبالتالي هي ما طلبش تكلفه كبيره بالنسبه للكورس، والناس بتقسط والناس ما بتدفعش والناس بتقول عندنا ظروف والناس، يعني العمليه مش هو ده المقصد الاساسي بالنسبه للناس. طبعا عايز استفاده ماديه بالنسبه لي، مش هكتب ومش هقول ان ده مش حقيقي، ولكن الموضوع مش سفاحا ومش جزرا. وانتوا بتروحوا تحضروا كورسات ني اسيسمنت مش عارف ايه 3000 جنيه، بتروحوا تاخدوا كورسات مش عارف ايه ب 10000 جنيه و 12000. انا ما الناس قالوا لي ما تعرضش الكورس بالرقم ده، لان الناس هيقولوا ان الكورس مش كويس، الكورس مش عارف، احنا بنحب نقول الغالي ثمنه فيه وبنحب الاستغلال وبنحب. قلت لا، مش هو ده التارجت بتاعي، ومش هو ده، انا يعني عايز احقق نفع مادي بالنسبه لي، بس عايز الناس برضو تتعلم، عايز الموضوع يكون في متناول ده وده وده، الناس تكون قادره ان هي تاخد الكورس ما يكونش بالنسبه لها يمثل العائق ماديا، فبالتالي ما تحاولش يعني طب ما فلان بيدي كورس بكام الف، ما فلان بيديه وبيكون كام ساعه وبيكون مش عارف ايه، ماشي ما انا ماليش دعوه بحد، انا ما بحبش ان انا يعني اقارن، كل واحد ليه تارجت، كل واحد ليه هدف في الحياه، فمع احترامي للجميع انا ما بحبش ان انا يعني اصعب الامور على الناس. هل انا مهتم مثلا بجزء، هل في امتحان مخصص للجزئيه دي فقط؟ لا، ما فيش امتحان مخصص للامتحان شامل. بس اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان بعض الناس اللي سقطوا في الامتحان جه وقال لي انا ما جبت ريبورت في الامتحان كل سقوطي في النات سيستم، وده الكلام ده حصل معايا فعليا مع ناس. فدكتور محمد انا مش هقدر ادفع لك الكورس على بعضه، انا عايز اخد جزئيه النان سيستم. طب خلاص، جزئيه النان سيستم دي عباره عن 5 محاضرات ثمنهم كذا، هتاخدهم معايا كذا، انت مش هتدفع الكورس كله، انت هتدفع الجزء الخاص بالنان سيستم او كلام من كده. فالكلام ده طبعا بيحصل لبعض الناس اللي هو عنده مشكله في جزئيه معينه او كده. هل الكورس الشامل انت طلب وقت مذاكره ومتابعه قد ايه في الاسبوع او بمعدل ايه؟ واخر سؤال سمحنا، ايه فرق التحضير لايسنس مع صعوبه الحصول على الفيزا في حد ذاتها؟ والله هقول لحضرتك حاجه، هما انت يعني في جزئين هنا، الجزء الاولاني هو الكورس الشامل بيتطلب مذاكره، بيتطلب مذاكره طبعا، مش اقل من 2 لـ3 ساعات كل يوم. بس بقول لحضرتك حاجه يا دكتور محمد، انت بتذاكر لحاجه لمدى الحياه بالنسبه لك، بزنق نفسي 3 شهور ولا 6 شهور بالنسبة لي، وبعد كده بقيت حياتي ببقى كده. فبالنسبة لي محتاج 2 3 ساعات كل يوم كلام من كده، بالنسبة للكورس الشامل يعني اللي هو شامل كل حاجة، فمحتاج وقت ومحتاج طبعا اطلاع، ما اقدرش اقولك اكتر من كده، 2 3 ساعات مثلا 5 ايام في الاسبوع. تمام. طيب موضوع الفيزا مش انا بقولك امتحان كندا حاليا تقدر تمتحنه من مصر، تمتحنه من عمان، تمتحنه من قطر، تقدر تمتحنه من السعوديه، فده اوبشن ما كانش موجود قبل كده. الامور بتتفتح، الامور بتتغير، الامور بعد كده بتبقى اصعب. الامتحان انا بقولك ان الامتحان بتاع سنه 2008 هو مش سنه امتحان 2018 خالص. تمام. طب موضوع الفيزا، في ناس اتقدمت للفيزا وترفضت بسبب السياحه، وفي ناس اتقدمت بعد كده المؤتمر وخدتها، وفي ناس خدها بقوانين الهجره بتتغير كل يوم، فما اربطش نفسي بالحته دي. ما هو انا بقول لحضرتك هو نفس المثال اللي انا ضربته، ان انا قلت واحد بيقول لي انا عايز مكتب التنسيق في مشكله وهوصل هاجي من اسوان لاسكندريه عشان اقدم في مكتب التنسيق واطلع ورق واعمل وبتاع والقطر مقرف والمواصلات مش عارف ايه وايه وايه وايه. فبقول له طب هو انت هتقدم في ايه؟ فبيقول انا هقدم في طب. طب وانت جايب كام؟ انا جايب 72%. طب وانت تيجي ليه اصلا؟ يعني ما انت ما عندكش الريكويرمنتس والورق والحاجات والكلام من كده والبتاع. يا سيدي هات المجموع والامور بتتسهل بعد كده، وبقى في طرق
كده وطرق كده والطريقة دي والوضع وكلام من كده. ما اخدش العقبة الاولى واقول القطر مواعيده مش مناسبة معايا او القطر ما بيبقاش فيه تذاكر فانا مش هطرق الموضوع ده من الاول. لو كان كده والله ما كانش حد عمل اي حاجة. انا كنت حابب اتكلم في الموضوع ده ولكن يعني انا مش هقول لكم ان انا اتجرحت. انا الحمد لله طف مش من النوعيه اللي بتتجرح يعني لان انا مريت بحاجات كتيره في حياتي. بس لقيت ان الناس اما بعرض شهاداتي في الـ في الـ في الجروب ايه الغرض من 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 عرض من بتاع يعني اما اكون انا النهارده مهندس في 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 وزاره الري واقول لك انا هديك كورس الاعداد اللايسنس تقول لي وانت مالك ومال الكلام ده. لكن انا بعرض الشهادات دي عشان اعرفك ان انا بفضل الله عديت الامتحانات دي عديت المراحل دي فانا بدرسك الكورس. انا راجل مش جاي من الشارع, انا راجل دكتور في الجامعه, انا راجل كلام من كده. فوجئت ان الناس بتهاجمني بيقولوا لي ان عندك السوبر ايجو عاليه وان انت اجريسيف ومتكبر وبتعرض شهاداتك وبتستعرض شهاداتك. يا جماعه انا بعمل لنفسي تسويق بالحاجه اللي انا اقدر اسوقها بمنتهى الامانه وبمنتهى الشرف. انا ما بعرفش الطرق الشمال وما بعرفش الطرق اللي من تحت السلم وما بعرفش العلاقات ومليش علاقات بحد. انا راجل قديل 14 سنه بره مصر في انجلترا وامريكا وكندا ومليش علاقات في مصر, ما اعرفش الطرق الملتويه, ما عنديش كونكشنز. هعمل ايه اكتر من اللي انا بعمله ان انا بعرض شهاداتي وبقول لك انا سقطت في امتحان اللايف ستايل اند ويت مانجمنت كونسلتنت مرتين ونجحت في المره الثالثه. انا بكلمك بكل صراحه, انا ما بكذبش عليك, انا بحط لك اللايسنس بتاعتي. عايز ايه اكتر من كده؟ انت بتروح تحضر الكورس الناس ما بتقولكش الكواليفيكيشن بتاعتها ايه ولا الكورس ده معتمد منين ولا جاي منين ولا كلام من كده وبتاخد الكورس. انا بعرض لك كل المعلومات لان ده حقك انت, المفروض تعرف الشخص اللي قدامك ده هو دارس ايه وبيدرس ايه وبيعرف هذا الكلام. يبقى انا كده غلطان؟ يبقى انا كده بتعامل بسوبر ايجو وبستعرض عضلاتي وبقول ان انا واخد ودارس وعامل وكلام من كده؟ لا يعني انا مش شايفها بالمنطق ده. حتى لو الناس شافتها بالمنطق ده الموضوع ما يهمنيش بقى. تمام. المشاركه الان في الكورس, هو الكورس حاليا احنا شغالين فيه, هتنتهي المرحله دي يوم 22 اكتوبر وهتبدا كورس جديد يوم 24 اكتوبر الحالي في ال L5 اللي هو المستوى الشامل. ففي ناس بتشترك يعني في ناس في زملاء وزمايل اشتركوا مثلا من محاضرتين فاتوا من ثلاث محاضرات فاتوا بيكمل معانا في الجزء اللي هو دخل فيه ده وبيكمل بعد كده في الكورس الثاني مفيش اي مشكله خالص. او اللي حابب ينتظر لحد 24 اكتوبر بينتظر في السايكل الجايه لان الكورس ال L5 او المستوى الشامل بيقدم اربع مرات سنويا. اما بالنسبه للكورسات اللي هي ال L1 وال L2 وال L3 وال L4 هتبقى حسب الافيلابيليتي. يعني انا دلوقتي اعلنت عن كورس يبدا يوم 27 اكتوبر ما لقيتش حد يشترك هعمل كورس مين؟ ده شيء منطقي. تمام. لكن الكورس بدا يوم 27 اكتوبر ومدته 10 اسابيع وناس اشتركت وبيبقى في السايكل اللي بعدها وهكذا. طيب الدي بي تي دكتور احنا بكروس علاج طبيعي لما بدينا لازم معدل تراكمي عالي. الدي بي تي اللي حضرتك بتاخدها لازم تلاحظ فيها جزئين. الدي بي تي من دوله ناطقه اللغه الانجليزيه فيها هي اللغه الانجليزيه الاولى. مده الكورس الشامل دكتور 3 شهور. الدي بي تي ده دولة اللغة الإنجليزية هي الأولى. معلش هو البرنامج هيفصل في أقل من دقيقة وهكتفي بالقدر ده. في حاليا شركة اسمها Global Education Service أعلنت عن دي بي تي من جامعة University of Montana في أمريكا معترف به. لو الدي بي تي واخده من دولة هي عبارة عن إنجلترا, أمريكا, أستراليا, نيوزيلندا, كندا, بتبقى بيعتبر ك ديجري شامله, فبتغنيك عن الفيزا سكرين وبتغنيك عن التوفل وبتغنيك عن هذا الكلام لان دي الدول اللغه الانجليزيه بتاعتها هي